عموم بالإضافة للتحرر الاتحاد الإفريقي كآخر منظمة إقليمية تم الموافقة على مشاركتها في متابعة الانتخابات. عندنا طبعا الاتحاد الأوروبي وفي وفد مقدمة موجود بالفعل وبيجري اتصالات ومشاورات مع لجنة الانتخابات الرئاسية مع وزارة الخارجية مع وزارة الداخلية والجهات المعنية حتى يتم الانتهاء من الجوانب اللوجستية. عندنا أيضا ويمكن البعثة دي تزيد عن 150 متابع، بعضهم من البرلمان الأوروبي، بعضهم من أجهزة المفوضية وجهاز التمثيل الخارجي الذي تترأسه البارونة أشتون. هناك أيضا كما تعلمون منظمة الفرنكفونية، عندنا تجمع الساحل والصحراء، عندنا الكوميسا، عندنا الجامعة العربية بطبيعة الحال والبرلمان العربي. يعني انتهاءا بالنسبة لموضوع الاستعدادات، النقطة المهمة التي أريد التأكيد عليها أن جميع البعثات في 141 في 124 دولة قامت بالتواصل المباشر والمكثف مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بتأمين السفارات والبعثات المصرية في الخارج وفي توفير كل التسهيلات اللوجستية. أتحدث عن السلطات الأجنبية في دول الاعتماد، الدول المتواجد فيها سفارات وقنصليات وسيتم بها عملية التصويت. تم بالفعل التواصل الكامل وتم اختار الدول الأجنبية والسلطات المعنية بها بكل التفاصيل الخاصة بتوقيتات ومواعيد عملية التصويت والتي رعي فيها أن تكون ممتدة من 9 صباحا وحتى 9 مساء وأن تتضمن أيام بها دوام أو أيام عمل وأيام عطلات رسمية ومراعاة تواجد المصريين في دول عربية وفي دول غربية. فعملية التصويت كما تعلمون هتبدأ يوم الخميس إن شاء الله 15 مايو وتمتد يوم الجمعة ويوم السبت وتنتهي الأحد يوم 18 من 9 صباحا ل 9 مساء. الأمور تسير بشكل جيد. في تم تنظيم دورة تدريبية للأعضاء الدبلوماسيين والإداريين الجدد الذين سيتم إلحاقهم تحديدا لدول الخليج العربي.